متابعي جريدة عبر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة أسفي. كيف ما كعرفوا ساكنة مدينة أسفي أنه مؤخرا كيعاني الويلات من أنهم كيشربوا الماء اللي هو كيوصلهم خانز وكيوصلهم حتى المذاق ديالو ماشي هو هذاك. هذا الشيء اللي كيطرى مؤخرا هو خلى ضرر بالنسبة للساكنة، خصوصا وأنه الساكنة كاملة كتستافد من هذاك الروبيني اللي كيوصلهم من دارهم، وهنايا كيوقع ضرر للساكنة وكيوقع ضرر اللي ممكن أنه يخلف لنا أمراض وشي حوايج اللي هما لا يحمد عقباها. اليوم حنايا مع السيد عبد السلام دخانة اللي هو معروف على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي كبطل خارق أو في الخوارق. اليوم هو من بين الساكنة ديال مدينة أسفي، وبالضبط كيسكن بالقرب من هذا السد، هذا اللي كتشوفوه من ورائي، سد سيد عبد الرحمن اللي هو كيمد الساكنة بالماء الصالح للشرب كيف ما كيقولوا. إذا سي عبد السلام دخانة، أنت مؤخرا خرجت بواحد الفيديوهات اللي كنشوفوا فيها انه هاد السد هذا فيه حيوانات اللي هي نافقه، فيه حوايج اللي هما مرمي فيه الزبل، فيه بزاف الحوايج. بغيناك تعاود لينا وتشرح لينا شنو واقع وتعرف حتى المشاهدين بك. السلام عليكم. السي دخانة عبد السلام من مدينة أسفي، بطل العالم في رياضة الخوارق. اللي بغيت نقول لكم بالنسبة لهذا السد، سد سيدي عبد الرحمن، اش غادي نقول لك؟ قبل من هذا الفيديو اللي درت دابا تقريبا في شي شهر ونص ولا شهرين، راه كان الماء خانز بزاف، وفيه الحيوانات، فيه جميع الميكروبات، وراه حاليا الهيئة في أسي، راه الماء ديال أسي راه ما تيتشربش خانز في الروبيني. في الروبيني انا ماشي تقول لي انا اللي نقولها لكم، راه الناس اللي تيشربوه هما اللي تيقولوا لكم، هما اللي تيعبروا على داكشي، هما اللي تيقولوا، هما اللي انايا تنقول لك انا كنشوف داكشي بعينيا بان الماء كان خانز بزاف. دابا شي شويه تنقى، ولكن ما كان نقول لك باقي خصو شي شويه ديال الخدمه. انا كنطلب من المسؤولين الكبار اللي مسؤولين على هذا السد ديال سيدي عبد الرحمن، انا رئيس ديال جمعيه اباء اولياء التلاميذ مدرسه ادريس الثاني، ورئيس ديال جمعيه التنميه والبيئه سيدي عبد الرحمن، الله يجازيكم بخير. بالنسبه لهذا الماء راه خصو يعتنوا به، راه حنا تنشربوا منه. وكنقول المسؤول الكبير فيهم سيد العامل، الله يجازيك بخير، انت معزز مكرم في اسي على روسنا وحنا تراب رجليك، ولكن خدمنا الله يجازيك بخير. والطلب اللي كنطلب منك انايا نسبة تجي لهذا السد وتشوفوا كي داير. دابا راه شي شويه كون جيتي قبل كنت تشوفو، راه والو ما لايق الطريقه. علاش؟ بان عرفتي علاش؟ ان في هذاك الوقت ملي كان قبل ما تقدرش تشوف فيه الحيوانات ميته، مشى الحيوانات، جميع الميكروب فيه. ان اسي راه ماليش التاريخ، انا تنقولها ونعاودها، وفيه تقريبا فيه الوزينات، اكبر وزينات في المغرب في المتن، وراه ما كاينش اهتمام ديال هاد السد. راه ماشي كون عطاونا اهميه حنايا وقالينا خدموا معنا، نخدموا معاهم. انا بنفسي نخدم معاهم، والله تنخدم معاهم، والله تنضرب معاهم البالون الفاس، ولكن يخدمونا. الله يجازيكم بخير. انا مستعد، لا حنا ولا غيرنا، وراه حشومه وعيب وعار، الله يهدي ما خلق. إذا رسالة السيد العامل حسين شنان أنه يجي ويعاين سد سيد عبد الرحمن بمدينة أسفي اللي هو كيمد الساكنة بالماء الصالح للشرب. وحنا حاليا وحنا واقفين في هذا المكان هذا، فحنا كنعاينو وكنشمو أنه كاين واحد الريحة اللي هي كريهة، فما أدراك بما هو أعمق. رسالة للمسؤولين أنه يدخلوا في أقرب وقت قبل ما يكون شي كارثة اللي ممكن تكون ضرر بالنسبة لساكنة مدينة أسفي. كان معكم في هذا البث المباشر عبد اللطيف النوري، إلى اللقاء. ثم المسؤولين راه عار عليكم، والله العظيم تنقول لك، وكان غير على بلادي.